ما بخير شوف راسها ابي بس عاد شوف شلون صافنا شباب بس شوفوا شنو وراي السلام عليكم شلونكم شو اخباركم اتمنى بخير رجعت لكم في جديد اتمنى يعجبكم طبعا شباب هواي منكم اشوف بالتعليقات كاتبين يا علاء وروح المدينة الحيوانات نريد نشوف الحيوانات اللي بتركيا طبعا رحنا الاكبر تقريبا مدينة حيوانات بيها انواع واشكال الحيوانات بس تعبانين ولهسه ما نايمين ما راح نصور لكم يعني الحديقة كاملة راح نصور نصها فشباب رابط قناة عبد بالوصف تلقونها ايش قد مشتركينك 43 الف راح ندخل خلونا نوصل 50 ألف رابط القناة بالوصف روحوا اشتركوا بيها وكتبوا له من طرفي وخليكم مي الفيد اليوم الفيد وفتشي اليوم اراويكم الحيوانات كلها كلها اوكي اولي شنو ولا كلها خليكم مي الفيد ومشاهدة ممتعة والله الله وقروي يلعب على كيفك هسه شوي شوي ما طاير ترى ما طاير هذا العظم لعيون المتابعين شنو بس شوف شلون يباوع هاك ولكن يطير بس بقى 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 لك الله عليك هذا خطير شوف شوف هو ديب ايش قد قوي شوفوا هذا العظم يعني عظم ما ينكسر اكبر بشر ما يكسره يعني هسه انا بيده ما اقدر اكسره لو اموت انت تكسره بس انا ما اكسره يلا بس شوف هو ديب ياكله بلقمه واحده يعني اذا اكل بشر شو يسوي؟ شوف الطفره مالته الكعبه امير هات شوف هالبيت ولد 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 تحركن 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 على العظمه رجع لي والله طلعنا طلعنا هبدايل وبعد نطين طين طين يا ابو طين هذا وايد وايد جايبين عظام ترى طين يستاهل تحركن يلا والله شوف هالعظم صار النشاط وتحركن شوف هالعظم فتشي تعركن طبعاً يا ولد حسبالكم احنا نوكل الحيوانات واحنا ما ناكل هذا الحيوان هم جوعان اوكي يا ولد مدري هذا عبد مدري شنو هاي جاب لي شنو هي هاي ببطنها شو اسمها عبد؟ لحم شلاب شو اسمها هاي اللفه؟ توست توست؟ مو لفه توست توست؟ هو انا اعرفها يا عبد انت توكلني كل ساعه امك اكله ما اعرفها هسه ما عدت تضل تكفر اوكي يا ولد تم السحل واهم شيء القعده ما اسولف لكم عليها عم عبد انت ما تغشني انت شفت التيك توك ولا لا ما تغشني شوفها شلون ناشرني اوكي ولد هسه نروح نكمل الفره عبد جاي تسوي هنا خطيه شوفوا ايده ترس الدم من اللحم مو جايبين لحم شباب بس تعال عيني عيب الازعاجات هاي ليش يا ربي ليش مو عيب هيك تحكي ها صخول شوفوا يا ولد شوفوا هذا الصخر كنا عراقي شوفوا هاي كلها صخور هاي هذا القسم مال الصخور شوفوا شنو هاي اللعبة شنو هاي الشوارع اتحدى اتحدى ثلاث متابعين اذا عرفوا هاي التشني انو مدينة شوفوا 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 عبد نساعة نسوي لها تجي وراها شوفوا شوفوا منا 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 شوفوا هاي ولك شنو هي تقدر تلوف مثلا
يمكن هاي ام الكهرباء. لا لا على ام الكهرباء. بس ايش ام الكهرباء؟ لو ام الكهرباء ما يخلون اياها هذا. شو يخلون؟ ما يخلون اي نوع من السمك غيره. اه. هاي السمكة البيضة. اه والله. هلا اريد هذا بشوارب شوف نيام. بقدر اصحى بقدر اصحى لا بكيف شوف راسه ابي كسع شو شلون صافنا لا تصفن الدنياك بس تصفن الدور شوف شلون صافنا خرب وين ولد وين 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 فار على الجوار بس هذا مشوار بيموت هذا مشوار هذا اللي يغير الوانه ما يكون فنعمله هذا نايم هذا ثاني نايم يعني تخيلوا يبقى ساعة يا ولد شوفه هذا النايم ما اعرف شنو هو شوفه ولك قاعد ولك كويضم ولك امك كويضم امك كويضم يا اخ والله يا حيوانات ما تعرفها شنو ولك كويضم ولك قوم ولك يما نايم سابع نومه العزيز ولك قوم شباب صراحة هذا الحيوان ما اعرفه إذا تعرفون شنو اكتبوا بالتعليق لان شبيك عمي شبيك كذي قمزتني ما ادري شنو هذا الحيوان يا اخي والله حيوانات غريبه طبعا يا ولد هاي البطاريق شوفوها شوفوها بس كبار هذا البطاريق طبعا شوفوا عدد وين يصور خلينا نروح من هناك تذكرة ناس تحال شوفوا يا ولد شوفوا والله حلوات شباب بس شوفوا شنو وراي شوفوا شوفوا القطيع على جنب شوفوا الزرافة طبعا شوفوا يا ولد شوفوا هاي الزرافة هل حبيت تشوف الحمار الوحشي يمشي ورا الزرافة لا انا غنى ها 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 هاي متالي حبيت ذاك انت شوفه جاي يتفرب ذيلك بس شوفوا هلا هذا انت وهذا انت هذا انت شوفوا يا ولد الله والله لا تطق لا اموتك خلينا اصور للمتابعين طبعا يا ولد انتم تشوفونها بالكاميرا يمكن صغيره بس هي يعني بالواقع يعني اذا تشوفونها كبيره كلش بس شوفوا اعتقد طولها 30 متر اعتقد 150 متر وماكو شيء شوفوا هذا النيج شوفوا هاي وليج شوفوا هذيك الحمار الوحشي لا عمي شنو تسعى اكثر شوفوا هاي اجت 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 راها اسد تصير طياره والله اذا ركب راها اسد تصير طياره شوف العضلات مالتها ايه يتمأكل بلسانه تاكل طبعا يا ولد اللبوة والأسد والنمر والدب وبعد شنو؟ هواي حيوانات هواي حيوانات كلها نايمة لأن جينا احنا من الصبح وهواي حيوانات نايمة وعندنا شغل نريد نروح فراح نصور لكم الحيوانات اللي صورناهن
واتمنى تستمتعون بالفيديو. بالثنتين وربع يعني تاخرنا بالثنتين وربع وجينا بالثمانية الصبح ما ادري بالتسعة ثمانية وتاخرنا قلنا بلكت طلعنا نصور لكم نايمات نايمة شايفين حيوانات نايمات وايد وايد حيوان كل شيء كل النايمات يعني شنو ماكو ما حد يشبعنا هم مثل بعض الناس انا الحمد لله انا امن اوكي وليد راح اصور لكم بعض من الحيوانات ومشاهدة ممتعة شباب شوفوا الرقة مع البحر شلون تصير هاي الرقة مع البحر شوفوا وش كبر هاي هاي سنة يلا توصل الله شوفوا ما فيه سنة يلا توصل ما له هاني سنة يلا توصل هاي شوفوا هذا ذاك بيكم بس شوفوا المشية هلا وهلا وتتكسس دلوعة دلوعة يابا شوفوا شلون تمشي صدقة شلون تمشي ذاك البيت ذاك البيت طبعا يا ولد شوفوا هاي المطايه هذا المطع راقي بدون اي شك هذا المطع راقي طبعا المطايه باقي الدول المطايه يعني نادره يعني صدفه تلقى لك مطي مو نادر باقي الدول بس شنو بالعراق المطي مظلوم بالعراق المطي ماخذين عليه يعني انت مظلوم علاوي اسمع والله المطي ماخذين عليه غير نظره بالعراق بس باقي الدول هو نادر شوفوا هذا هذا ما اعرف شنو هو يكتبوا لي بالتعليقات اذا تعرفونه لا هو مطي لا هو حصان حصان ما اعرف شنو ذاك يا حصان تعال ذاك شوفوا ايه اجى 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 تعال لك بس والله كيوت كيوت شباب شوفوا هذا الحيوان وراك انت شنو صافين هذا ما ادري شنو هي معجك شباب اذا تعرفونه اكتبوا لي بالتعالي مساء الخير خالي الو هو الو يا معود بالغيره اكرد لا اكفر كفر هسه يقول ليش تكفر هو خالي ناصر خالي ابن اختك هذا ما ادري عليه صافين ناخذ هذا معروض طبعا يا ولد اذنيك القروده ما ادري وين رايحات طالع الدرب هلو خذال السينما والله ما ادري وين رايحات شوفوا يا ولد طبعا القروده انواع شوفوا هذا ابن هنا ذاك ابن هنا ذاك قرد ابن القرد شوفوا 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 ابوكم اكو راح لا ليش تقول قرد ابن القرد هسه ضاع شوف ضاع ضاع شوف شوف شو رد راح ورا امه والله القروده تحشيش شوفوا يريد يعبر يريد يعبر يريد يعبر النوبة ما قاعد راحة هسه يعبر لدول الناس طبعا يا ولد هاي مدينة الحيوانات كلها بس حاير يعني منين ابدي لكم يعني كبيرة كلش اوكي تعال ها شلون عبد؟ حسبالي ما ادري شنو والله حسبالي بمدينتنا نلعب فشباب شوفوا يعني حديقة كلش كبيرة ما راح نصورها كاملة يعني بيها يمكن اسوي لكم جزء ثاني ما اعرف اذا طلبتوا جزء ثاني اصور لكم جزء ثاني اوكي بالحديقه ارجع لها واصور لكم جزء ثاني بس راح اصور شويه فيديوهات لان عندنا شغل نريد نطلع من الحديقه بساعه شو اشوفهم شوفوا شوفوا هاي بالبدايه هذا فيل اكيد او مو القرن هذا وحيد القرن شوفوا يا ولد نايم ولك ما تقوم ولك قوم اسم القروي وحيد القرن هذا اسمه حالة حالك شوفوا يا ولد هذين نايمات هنا تعبانات طبعا يا ولد والله الحيوانات هنا الحيوانات هنا ما ادري شنو ما تفتهمها طبعا بعد لي قدام يمكن لي قدام ما تفهموها شباب لا تأشر عليها لي قدام يمكن تصعد شو اسمه باص صغير ما ادري شو اسمه يوديك للحديقه الثانيه هم الحيوانات اللي هناك حيوانات مفترسه وهاي فما بينا حيل نروح لهن فصورنا لكم جزء من الحديقة ومن الحيوانات ف...
فشباب هنا وصلنا لنهاية الفيديو، ونعتذر منكم إذا ما صورنا لكم، يمكن نسوي لكم جزء ثاني. فأتمنى أتمنى يعجبكم الفيديو. عبد ما أدري شبيك منصدم، عبد شبيك صافي؟ شنو يا حديقة، يا حديقة اللي قلت لك عليها؟ إي هاي بعد اللي قدام. تحرق علينا؟ لا لا لا، بالجزء الثاني ان شاء الله اذا لحقنا نسوي جزء ثاني. فشباب اتمنى يعجبكم الفيديو، لا تنسون لايك والاشتراك بالقناة. مع السلامة.